محنة مسيحي العراق لم تنته بنزوحهم من مناطقهم من بان العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وإنما استمرت عملية التهجير القسري من مكان إلى آخر ومن نزوح إلى نزوح استقرت بعض العائلات فيما يعرف بمخيم مريم العذراء للاجئين في بغداد آملين أن يكون هذا المكان مستقرا لهم إلى حين مخيم مريم العذراء لايواء النازحين في منطقه زيونه ببغداد تحول الى منطقه سكنيه غير رسميه للمهجرين المسيحيين الذين فضلوا البقاء في المخيم رغم اغلاقه من قبل الحكومه حيث يرى سكان المخيم ان حياتهم الجديده في المخيم المتواضع هي افضل من العوده الى مناطقهم الاصليه رغم افتقارهم لابسط مقومات الحياه الصدمه والمفاجاه جاءت من مديريه استثمار بغداد التي طلبت منهم اخلاء المخيم الذي يؤيهم منذ فتره طويله وبشكل متكرر من اجل استثماره في بناء مركز للتسوق احنا كمسيحيين هذول العوائل وين يروحون بدايه مدارس ابواب شتاء عوائل وين تروح خلال شهر شهرين يريدون يطلعوهم العودة إلى مناطقهم في سهل نينوى غير ممكنة بسبب الدمار وغياب سبل المعيشة وهيمنة الميليشيات والحكومة التي طلبت منهم الإخلاء لم تفكر في إيجاد مكان بديل لهم الحل الوحيد هو اللجوء إلى مباني المدرسة الكلدانية بعد ترميمها بجهود شخصية من قبل البطريركية الكلدانية للتعامل مع الوضع الطارئ وما تبقى من المسيحيين في العراق يعد نسبة ضئيلة بالنسبة لعددهم قبل عام 2003، حيث بدأ التضييق عليهم شيئا فشيئا، إلى أن استغلت ظروف المعارك عام 2014 كمبرر للاستيلاء على مناطقهم وتنفيذ مخطط ميليشياوي فيها. حالهم كحال مئات آلاف العراقيين الذين يعانون محنة التهجير القسري.